انك مغربي شنو المشروع اللي باقي ما كاينش في المغرب باقي ما متوفرش؟ كوني مغربي ما كنشوفش كاينين امكانيات باش بنادم يخدم، ما كاينش مشاريع اللي غتخدم الشباب، ما كايناش، ما كاينش مساعدات للشباب، كاينه البطاله كثيره بزاف، وهادشي كنتمناو يديروا لي شي حل، وكنتمناو باذن الله يكون شي حل قريب ان شاء الله. مغربيه شنو هو المشروع اللي كتشوفي ما كاينش في المغرب؟ اللي كنشوف ما كاينش بنتي في المغرب هو السكن، والشباب ضائع، وشي تاع الهلواسه تعطوا لي كاع الشباب الفانيد كل شيء، والولاد ما بقاوش ولاو بنات، كنشوفوا ان اكثريه الولاد ولاو تعطوا ولاو بلا ما نقولش كلمه خايبه، ولاو يلبسوا اللبس تاع البنات، طانكا ماكياج بقطعين هكا، كيكونوا هنا في كافي فرانس نيت كيديروا داك الشيء تاع الدعاره. غدا بشويه الناس حب شويه بشويه غادي السيستيم ديال الاوروب، فهمتي الصحافه ديال الاوروب، يعني الحمد لله تشوفها مزيان. يعني بالنسبه للصحف الجرائد الالكترونيه القنوات تقولوا شي حاجه كذوب لعيبات، ولكن تنأكسبتو داك الشيء على حساب الدماغ ديالنا، شي حاجه شي خاب المهم تيخبرونا بشي حاجه الجديد، ديما عندهم جديد. بكونك مغربي شنو هو المشروع اللي ما كاينش بالمغرب؟ المشروع هو الدين، الدين ما كاينش فهمتيني، حاش كون طلعنا على الدين ديالنا فهمتيني، حنا ما تبعنا لا ديننا ما تبعنا الدين ديال هذوك، كنلبسوا تجيناش ما عندناش عقل ديال دوك الناس، كنديروا طواناك ما عندناش العقل ديال دوك الناس فهمتيني، فهمتيني ولا لا؟ ما غادي نشدوهم هما فهمتيني، ما غادي ندخلوا فهمتيني، ما غادي نتبعوا دينهم، ما غادي نتبعوا ديننا نصليو شي حاجه. شنو هو الحل باش ندخلوا للدين نرجعوا للدين؟ شنو هو الحل؟ تحيدوا الناس، شوف تعاود تعزيله فهمتيني ولا لا؟ نتعاودوا كاينين شي وحدين شي نباديش في هذا المغرب خصهم يتحيدوا فهمتيني ولا لا؟ علاش كاين يمكن ما قاريش ما واعيش فهمتيني ولا لا؟ شوفي فهمتيني ولا لا؟ كاينين خصهم يتحيدوا شي مشينا ماديش طالعين ما عرفتش. بكونك مغربيه شنو هو المشروع اللي كتشوفي ما متوفرش بالمغرب؟ السكن. باي نسبه يعني شحال نقدروا نقولوا ما كاينش؟ نسبه كبيره، حيت كتلقاي هنا في المدينه تقريبا حتى شي واحد باكثر من بزاف ديال الناس يكونوا بالف بالالاف وبالملايين بانهم هنا ما لاقيينش سكن، وكيمشيو عندهم مثلا كيمشيو نعطيك مثال المشروع ديال صناداك، كيمشيو عندهم كيقول لهم تمشيو ب 20، واحد هنا ما لاقيش شبع ياكل ويمشي ب 20، ما يمكنش. داكشي علاش واخا يعني بكونك مغربيه شنو هو المشروع اللي كتشوفي ما متوفرش في المغرب؟ هو مثلا سميتو داكشي ديال الرسم التصاميم شي حاجه قليله بزاف، يعني بحال المواهب بزاف، بحال مثلا انا الرسم شي حاجه ما قليله بزاف، ما طالعش بزاف في المغرب والو، بحال بزاف الناس كيبغوا ولكن ما كيلقاوش سميتو امكانيات، وبحال هادشي ما كاينش اللي كيشجعهم في الحياه مثلا بحال هادشي. يعني كتشوفي مشروع الفن ما متوفرش في المغرب؟ ما متوفرش والو. مغربي شنو هو المشروع اللي كتشوفه ما متوفرش بالمغرب؟ اصلا المغرب ما فيهاش اصلا مشاريع، شنو فينا هو هذا المشروع اللي كيبان لك حنا فهمتي مستافدين منه المواطن؟ ما كاينش شي مشروع زوين اصلا، البلاد كامله خاصها مشاريع، ما كاينش شي مشروع اللي خاص المغرب هو الشوماج. شي مشروع اللي غادي يخدم المواطنين، كانت شوفي دوري كلشي كيتسارى حتى حد ما خدام كلشي كيدور، خاصنا شي مشروع اللي فهمتي اللي حنا غنستافدوا منه وغيستافدوا منه ولادنا. وشحنك مغربيه شنو هو المشروع اللي ما كتشوفيش ما كاينش في المغرب؟ المشروع اول حاجه الشباب، الخدمه ديال الشباب، اون فوا غتمشي دفعي سيفي الدري مسكين مع 8 الصباح كينوض كيدفع سيفيات، ما كيعيطوا ليه حتى شركه، ومني كيجي واحد النهار كامل هو ناعس كيدخل ليه باه معرفه. لا مشاريع خص الشباب يخدموا، يدير لهم سيكوريتي، يدخلهم بزاف ديال الحوايج. اما الشباب ضائعين، نص ديال المغرب ما خدامش، علاش؟ حيت اللي كتلقاي واحد النهار كامل هو كيدير الغبره وباه ما عرفت فاش، في الاخر ملي كيجي كيدخلوا كتلقاي مدير بنكا ولا كتلقاي خدام شركه، انا كنعترف بها. شنو هو المشروع اللي كتشوفوه ما كاينش في المغرب؟ المشروع ما كاين مشاريع بزاف، والمشروع الاول هو مشروع ديال العقول، يعني ما عندناش حنا مشاريع ديال العقول، حنا بنادم دابا حنا المغاربه
عارفوا غير البني بحال كتبنا بالرخام الديور بالعلوب هذوك كيقول لك مشاريع ماشي هذوك هو المشروع انا كنعتبر المشروع هو العقول العقول ديال بنادم هو اكبر مشروع عندك كان العقل ديال بنادم هو غيبني داك الشيء ومشاريع الاخرين هما مشاريع ديال التنميه مشاريع اللي كتخدم الشباب واللي كتخدم بزاف ديال الحوايج عموما النقطه اللي بغيت نوصل لكم اللي مهمه بعد ديال العقول في الصين عندهم من التحضيري حتى للثالث ما عندهمش شي حاجه سميتها السقوط والنجاح يعني كيبغيو الدري هو يكون طلع بعدا واعي حنا طلع قاري ما قاريش ابتدائي اساسي كلشي خرجوا علينا هما اللي خرجوا على المجتمع المغربي شنو هو المشروع اللي كتشوفوا ما كاينش في المغرب نهائيا دابا لك المشاريع في البلاد كنعتبرهم ما كاينينش كاع المشاريع في البلاد كنقولوا ما كاينش شي مشروع اللي يستحق يتسمى انه مشروع في البلاد هذه ما كاينش المشاريع بان الشعب ما خدامش ما كتسميش هذاك بانه مشروع كاع يعني انت شخصيا شنو هما المشاريع اللي تكون في البلاد كذب عليك الناس كيتسناو الفن الفن ما عطينوش واحد القيمه بانه راه مشروع كما كاينوا في بلدان اخرى واخا مريقيه وكذا